ولن نسمح لهم بالاستهزاء بنبينا، ولن ننتظر أحدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة للرد على هذه الجريمة. بحق الإسلام والمسلمين ونبينا الصادق الأمين، وسنفدي رسولنا بأرواحنا يا عباد الصليب، يا عباد الصليب. فكل شيء قد فعلتموه مر على أمتنا، ولكن إلى رسولنا يا دنمارك الحقد ودنمارك الكفر، فإن ذلك سيجعلكم بإذن الله تعالى تدفعون الكثير الكثير جراء فعلتكم النكراء هذه. فيا رسول الله عذرا قالت الدنمارك كفرا. وإننا في ألوية الناصر صلاح الدين وأمام تكرار هذا الحدث الجلل وسماح السلطات الدنماركية الكافرة الصليبية اليهودية، نؤكد على الآتي: أولا، ندعو الأمة الإسلامية اليوم للنهوض عن الأرض وألا يكتفوا بالمقاطعة الاقتصادية التي لا تحرك ساكنا أمام الإساءة لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وعليهم التحرك لطرد السفارات والسفراء الدنماركيين من أراضي المسلمين، وأن ترحلهم خارج بلاد المسلمين، والعمل الجاد فورا على إحراق مقرات الصحف المسيئة لنبينا صلى الله عليه وسلم وتفجيرها لأن تتطاير أشلاء، ويشفي الله عز وجل بهذه الأشلاء صدور قوم مؤمنين. ثانيا، ندعو حكام العرب الذين هم من المفترض أن يكونوا مسلمين وقد كتب في شهادات ميلادهم بأنهم مسلمين للنهوض بالجيوش وبالمواقف الرسمية العملية لنصرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فيا أمة الإسلام، يا أمة محمد نبيكم يهان، وعليهم إعلان قطع العلاقات فورا وسحب السفراء وقطع الاقتصاد وكل التعاملات معهم. ونقول لهم: يا حكام العرب، يا حكام المسلمين، ألا تخجلون على أنفسكم؟ فوالله لو أساء لكم أحد في شرق الأرض أو مغاربها لجيشتم الجيوش لسحقه عن وجه الأرض. فما بالكم أيها العرب بمن أساء لنبيكم الكريم. ثالثا، كنا نعتقد بأن نشر الرسوم المسيئة سابقا مجرد رأي شخصي لأحد المعاقين في الدنمارك هناك، ولكننا تفاجأنا يا أمة الإسلام بأن هذه السياسة وهذه الإساءة سياسة ممنهجة. وعليه فإننا اليوم من هنا في أرض الرباط نطالب كافة الدنماركيين الصليبيين الكفرة على أرض الرباط الطاهرة بالرحيل عن بلاد المسلمين. فلم نسمع لأحد منكم صوتا يندد بهذه الجرائم وهذه الارتكابات في معتقداتنا الإسلامية. بل ما فائدة أصواتكم اليوم ورئيس وزرائكم الأحمق يدعم بكل وقاحة هذه الرسوم ويدافع عنها؟ لذلك ندعوكم إلى الرحيل فورا ومجددا عن بلادنا الإسلامية وخصوصا فلسطين أرض الرباط. رابعا، ندعو المسلمين والمجاهدين والموحدين في كافة أصقاع الأرض لملاحقة كل خنزير رسم الكاريكاتير المسيء أو شارك في نشره ونحرهم فورا على عتبات قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام. فبأبي وأمي أنت يا رسول الله، ووالله الذي رفع السماء بلا عمد، إذا وصلت أيدينا إليهم لن نرحمهم. لذلك نطالب المسلمين في كل بقاع المعمورة أن يفجروا السفارات، أن يخطفوا السفراء الدنماركيين، أن يقتلوهم على عتبات قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام. فيا أمة محمد، هذا نبينا، هذه ليست فلسطين. إذا بعتم الأقصى فهل ستبيعون محمد عليه الصلاة والسلام؟ وإذا بعتم فإننا اشترينا وسنبيع أرواحنا رخيصة فداء حذاءه الكريم وفداء حذاء كل مسلم على هذه الأرض الطاهرة. Thank you.
ايوه.